ازيك يا احمد؟ اخبار حسام ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن من الصبح. كويس انها جت على قد كده. الحمد لله. الدكتور قال لكم ايه؟ شعر خفيفه في رجله اليمين وكسر في الدراع، غير الكدمات الموجوده في الجسم كله زي ما انت شايف. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يتم شفاه على خير يا رب. يا رب. معلش انا هتحرك دلوقتي، واول ما يصحى ابقى عندك ان شاء الله. محتاج مني اي حاجه؟ لا لا شكرا كريم بيه. ماشي. اقعد يا كريم. الله ما انت كويس اهو. الحمد لله على سلامتك يا حسام. الله يسلمك. اقعد. حاضر. سيبنا شويه يا احمد. حاضر. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك. بقول لك ايه؟ أنا حاسس إن موضوع الحادثة ده مش مجرد حادثة عربية وخلاص. الموضوع ده كله متدبر. في حد كان عايز يخلص مني. بيني وبينك أنا حاسس بكده برضه. ومش مستبعدها خالص. خصوصا إن أنت بنفسك دخلت عيش الدبابير. بقول لك ايه؟ اهدى. ايه ده حسام؟ لو جاي زي كل مرة تقول لي الكلام اللي ملوش لازمة ده بتاع خليك بعيده وملكش دعوة بكمال الأسيوطي يبقى تمشي أحسن كده برضو؟ نرجع نطمن عليك. ما أنت مش فاهم اللامبالاة اللي أنت فيها دي معناها إن أنت ساكت عن الحق. حسام أنا بسكتش الحق وأنت عارف كده كويس. أنا كل خايف عليه أنت وأخوك وعيالك وبس. أنت بلقتي بس وبص حصل لك إيه. ولو كملت ممكن يجرى لك إيه يا حسام؟ مفيش حلاوة من غير نار. والحق عشان يرجع بيرجع بضريبة. وضريبة كبيرة أوي كمان. مفيش فايدة فيك. راسك ناشفة. ارتاح أنت بس دلوقتي ولما تقوم بالسلامة حلها ألف حلال. مش هرتاح غير لما الحق يظهر.